الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القارة الإخبارية من القدس المحتلة تنضم لي الآن على الهواء مباشرة. دانا، بعد التحية، تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية الطعن التي قيل أنها حدثت في مستوطنة كرمائيل شمالي إسرائيل. بالفعل همام، عادة ما تكون الرواية الإسرائيلية إذا ما اشتبه بأن منفذ العملية هو فلسطيني عربي فإنه يكون هنالك خلفية أمنية قومية لهذه العملية، وهذا ما تحدثت به وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى، ولكن شرطة الاحتلال كانت قد انتظرت لإصدار تحقيق أولي بخصوص حادثة الطعن الذي حدث داخل مجمع تجاري في إحدى المستوطنات في الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، والحديث عن منطقة كرمائيل. البيانات الإسرائيلية تتوالى بخصوص هذه الحادثة الأمنية، والآن يعني آخر الأخبار تتحدث عن اعتقال شرطة الاحتلال لأحد المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة، ظنا منها بأنه كان قد ساعد منفذ العملية على تنفيذ العملية أو حتى لتوصيله إلى هذا المجمع التجاري. نتحدث أنه في المجمل الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن إصابتين، إحدى هذه الإصابات حرجة جدا وهي في الإنعاش الطبي، أي أن مستوى أو أمل النجاح في الحياة كما تقول بيانات الإسعاف الإسرائيلي ضئيلة، أما الإصابة الثانية وهي خطيرة جدا. الإصابة الثالثة التي كان يتحدث عنها الإسعاف الإسرائيلي تبين لاحقا أنها للوضع الصحي للشاب الفلسطيني الذي ترك ينزف على الأرض، لم يقدم له أي إسعافات أولية كونه فلسطيني. في المقابل قام الإسعاف الإسرائيلي بتقديم الإسعافات الأولية ونقل الإصابتين إلى مستشفى نهرية القريبة من المنطقة، بينما الفلسطيني ترك ينزف حتى أعلن ارتقاء شهيدا في المنطقة. بالنسبة إلى مكان سكن منفذ العملية، هنالك لغط واضح في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أسماء متكررة متشابهة لشاب فلسطيني نفذ هذه العملية، ولكن لا تأكيدات رسمية حتى اللحظة. حتى أن الشرطة الإسرائيلية في بيانها الأول كانت قد قالت بأن الاشتباه بأن الشاب من منطقة الداخل الفلسطيني، ولكن فيما بعد هذه الوسائل الإعلام الرسمية تحدثت أنه لربما يكون من سكان الضفة الغربية، وهو السيناريو الأخطر همام، وخاصة أنه بعد 7 أكتوبر تم إغلاق جميع الحواجز والمعابر ما بين الضفة والداخل والقدس المحتلة خوفا من تنفيذ أي عمليات. إذا ما كان هذا الشاب يحمل هوية الضفة الغربية، أي أنه من سكان فلسطين التاريخية داخل جدار الضم والتوسع، هذا يعني بأن إسرائيل تفشل مجددا أمنيا باختراق هذه الحواجز المغلقة أصلا منذ 7 أكتوبر. لذلك هنالك اقتحام موسع من قبل شرطة الاحتلال للمناطق العربية المحيطة في منطقة كرمائيل، وهي المستوطنة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، للاشتباه في بعض الأسماء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي. الشرطة الإسرائيلية تقول بأنها لربما عثرت على هوية منفذ العملية، وبأن التحقيقات جارية في هذه اللحظة، وبأنها أغلقت جميع مداخل ومخارج هذا المجمع التجاري والمنطقة القريبة منها، وبأنها استدعت تعزيزات شرطية إلى المكان للتأكد من عدم وجود أي مشتبهين آخرين لربما شاركوا في تنفيذ هذه العملية. كذلك الحال تقول بأنها تمنع نشر تفاصيل حول هذه العملية حتى يتم الانتهاء من هذا التحقيق. إذن في المجمل نتحدث عن عملية طعن في مجمع تجاري، إصابتين وارتقاء شهيد لم تعرف هويته بعد، والحديث عن اقتحام العديد من البلدات العربية في الداخل الفلسطيني خوفا من أن يكون مسقط رأس منفذ العملية من تلك المناطق القريبة من هذه المستوطنة الإسرائيلية. دانا، هل هو معتاد حدوث مثل هكذا هجمات من قبل الفلسطينيين على الإسرائيليين في إحدى مستوطنات أو مدن الشمال الإسرائيلي؟ عادة تكون قليلة، وتكثر هذه العمليات في القدس المحتلة في تل أبيب وضواحي تل أبيب شمالا وجنوبا، ولكن في الداخل الخط الأخضر هنالك قرب جغرافي قريب جدا في مناطق شمال الضفة الغربية همام مع الشمال الفلسطيني المحتل، أقصد بذلك عام 1948. لذلك الترجيحات الإسرائيلية تقول إن لم يكن من سكان الداخل المحتل ربما يكون من سكان الضفة الغربية بسبب القرب الجغرافي وإمكانية التسلل من الثغرات الأمنية الموجودة في جدار الفصل العنصري أو الأسلاك الأمنية والشبكات الأمنية المتواجدة هناك. ولكن عادة
هنالك تخوف أمني، وهذا ما حذرت منه المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بأن العمليات وتحديدا من الضفة الغربية في داخل وفي عمق الداخل الإسرائيلي القدس الداخل أو تل أبيب ستكثر في هذه الأيام بسبب الضغط المتواصل المفروض على الفلسطينيين سواء في القدس سواء في الضفة الغربية، وأيضا امتدادا لما يحدث في قطاع غزة. وهذا ما حذر منه مرارا وتكرارا منذ 7 أكتوبر أصلا وزير الدفاع يوآف جالانت حينما قال بأن منسوب العمليات الفلسطينية الموجهة ضد أهداف إسرائيلية ستكثر في طبيعة الحال مع استمرار هذه الحروب، ولربما نكون بهذا نفتح جبهات مختلفة للتعامل مع الفلسطينيين، ولربما هذا أخطر همام في الداخل الفلسطيني أن تحدث مثل هكذا عمليات بسبب العيش المشترك أو الاتصال الجغرافي ما بين المستوطنات وبين البلدات الفلسطينية القريبة جدا من بعضها البعض. شكرا جزيلا دنا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة على كل هذه التفاصيل.